رمضان أقبل بالبشاير عندما هل علينا الهلال روح وريح عاطرة والكون زينه الجمال. طوبى لمن صلى وصام وأفطر من رزق حلال. هنيئا لمن ذكر وشكر وحمد ذي العزة والجلال. ندعو ونرفع أكفنا يا رب حقق لنا الآمال. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبوتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير في أولى حلقاتنا الخاصة جدا في شهر رمضان المبارك. بنحاول من خلال حلقاتنا في هذا الشهر تكون سبوتاتنا بنقدم حاجات خفيفة تليق بهذا الشهر وروحانياته وجمالياته، ونقدم لحضراتكم ما يشبه السهرات أو الجلسات الرمضانية الأدبية الفنية الشعرية. خلال الفترة اللي فاتت بعد ما انهينا الموسم الثالث بفضل الله، ما حبيناش نقعد من غير ما نشتغل، وقلنا نبدأ مسابقة جديدة، وكانت فكرة من زميلنا الدكتور محمد ياسر وبإشراف من الأستاذة الرئيسة عاطف والأستاذة هناء عاطف. بدأنا ان احنا نعمل مسابقة جديدة، وبفضل الله قدرنا نجمع 102 متسابق من 17 محافظة في مجالات مختلفة، حددناها في 4 مجالات. كانوا المجالات دول الشعر والإلقاء، وكانت في الغناء والإنشاد والأعمال اليدوية، وكذلك في الرسم. وقلنا ان الأول من كل قسم هيكون موجود معانا في إحدى حلقات البرنامج، وكانت حلقة النهاردة الحلقة الأولى في رمضان عشان نقدم فيها المجموعة اللي كانت موجودة معانا، وهما رمز وصورة للناس وهما الأكثر تصويتاً. ولكن مواهب كتير كانت موجودة معانا تستحق الإشادة لأنها كان لديها الإجادة. أول 2 موجودين معانا النهاردة هما دي شبيسو وسما هاني. كل سنة طيبين. الأول كده عاوزين نبدأ نعرف حضراتكم للسادة المشاهدين، اتفضل عرف نفسك. اسمي مصطفى محمد عباسي من المنصورة، جامعة المنصورة، معهد فن التمريض. كام سنة؟ 19 سنة. طب ايه موضوع دي شبيسو ده؟ ده لقب كنت حبيته، اللي هو الديشة مصطفى بالاسكندراني. تمام. بيسو ده العيال العباسي، فطلعت عليا الديشة بيسو، اصحابي اشتهرت بقى يعني في الصحاب. ومعانا سما هاني، اتفضلي. اسمي سما هاني من القاهرة، عندي 14 سنة. انت مترددة ليه؟ مش عارفة سنك؟ لا عندي 14. خلاص عندك 14. ايوه. بس بكتب شعر. وبتكتبي شعر مش بتلقي بس، يعني اغلب الناس في السن ده بيلقوا الشعر ومبقوش بيكتبوه، فانت بتكتبي وبتلقي. لا انا بكتب من وانا صغير، يعني كان في سنة 6. جميل. انتوا اشتركتوا معانا في المسابقة. حضراتكم اعزائي المشاهدين هقول لكم على بعض المفاجآت كده والكواليس، اسمحوا لي ان انا اقولها. ديشا اصلا موهبته الاساسية هي التمثيل، ويقدم فيديوهات جميلة جدا، لكن لما سمع عن المسابقة ومفيش فيها قسم للتمثيل قدم في الغنى. خامت صوته كويسه بشهاده ناس كتير من اللي عندها خبره، لكن كان محتاج تدريب وتجهيز وان هو يكمل على كده. وبالفعل خلال فتره المسابقه وما بعد اعلان النتيجه الراجل شغال، لدرجه ان هو امبارح اشتغلت كام ساعه؟ 15 ساعه. 15 ساعه تدريب عشان يطلع بالشكل ده اللي هو لسه عنده احسن منه اللي هنسمعه النهارده بيه ان شاء الله. احنا بنحط الناس على اول الطريق، مش بنقول ان هم وصلوا للماكسيمم، يعني حاجه اقصى حاجه، لكن هم لسه بيبداوا حياتهم بتشجيع كبير من الناس زمايلهم اللي موجودين في الجروب والمسابقه اللي مستمرين حتى لو ما جابوش الاعلى تصويت. اما سما بقى، سما لها قصه معايا. سما كانت كل يوم تبعت رساله للادمنز بتوع المسابقه، يا جماعه لو سمحتوا فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا. قلت لها يا سما اهدي، يا سما اهدي كده وبالراحه، ولازم تعرفي حاجه، الوقت اللي انا هقضيه عشان ان انا اشوف غيري بيعمل ايه اقدر اقضيه لنفسي عشان اعلم نفسي، ممكن ابقى قده او اعلى منه. بالفعل سما عملت كده وفاجئتني، وكنت في ذهول لما جابت الاعلى تصويتا في المسابقه. مش عايزين نضيع وقت في الكلام، انتم محضرين حاجه؟ حتى الناس اللي في الجروب معانا في الجروب بتاع المسابقه وجروب الموهوبين محدش يعرف. ايوه. انتم محضرين حاجه عاوزين نفاجئ بيها الناس ونقدمها، واحنا مش بنقدم ده للناس عشان تحكم عليه، ولكن بنقعد معاكم وقت نقضي وقت جميل مع بعض، نقدر نقدم مواهب نشجعهم ونحفزهم عشان يقدروا يكملوا. اتفضلوا حاجه كده بمناسبه رمضان. رمضان
بقول رمضان قرب على الأبواب والكون كله فرح وسرور، لما عيلة أهل وصحاب نتجمع ساعة الفطور، مسحرات يدق الباب، بكرة صيام يلا سحور، استقبلوه بعد الغياب والكل يسجل حضور. رمضان جانا وفرحنا بو بعد الغياب وبقاله زمان، غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا رمضان جانا نور ليالينا، علقوا زينة علقوا نور، ورامز هيطل علينا ويخلي الكل مبهور، مش بعيد عنه والله يعمل مقلب في الجمهور. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان جانا، رمضان جانا والناس ماليه الشوارع، رمضان جانا وبياع الارقصاص بيدور، والشيخ شعراوي في رمضان لكل البيوت بيزور، ومصلي الفجر حاضر يمكن ذنوبك تزول، قربنا لاجمل الليالي قربنا لاعظم الشهور، هل علينا هلال الغالي وضاء السماء بالنور. اهلا رمضان، رمضان جانا اهلا رمضان، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. السهره الليله تعلق زينه وحلوا يا حلوا بالفانوس، الليله صلاه تراويح ودي اجمل الطقوس، ولو مزعل حد يلا صلحوا يلا صفوا النفوس، عبر عن فرحة رمضان بطريقتك من غير نصوص. انا عارف ان كنتوا محضرين حاجات تانية بس للاسف الوقت بتاعنا محكوم النهارده، وعارف ان كنت عايزه تقول حاجه للام، احنا رسالتك وصلت، هي كانت عايزه تقول حاجه للام وتشكر والدتها كتير جدا، وانت قلت لي كنت عايزه تشكر المدربه بتاعتك كمان، رسالتك وصلت بس احنا الوقت للاسف ضيق، بشكركم وان شاء الله موفقين واللي جاي احسن، واول مره قدام الكاميرا في توتر، المره الجايه هيكون حاجه اكثر من كده بتكون بشكل كويس جدا، بشكركم شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين فقرتنا الأولى انتهت، تعالوا بينا نطلع فاصل قصير ونرجع عشان نستقبل ضيفين تانيين وموهوبين تانيين معانا في الحلقة، انتظرونا. هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين، عدنا بعد الفاصل عشان نبدأ سبوت جديد بمواهب جديدة موجودة معانا في حلقتنا النهاردة، واثنين تانيين من الأعلى تصويتا في مسابقة المواهب اللي أجراها برنامج سبوتس مع أنور سالم وشركة سبوت ميديا برو. أهلا بيكم معانا نهال ومريم، إزاي؟ كل سنة طيبين. كان معانا اثنين من شوية ديشا وكان معانا سما، دلوقتي انتوا كمان من الموجودين. نهال انت في الاعمال اليدويه او الاشغال اليدويه، وفي الرسم كانت مريم، اتنين فنانين حتى لو على اول الطريق او في نص الطريق او بعد كده وعندنا خبره كبيره برضو فنانين، طالما احنا بادئين وعندنا الموهبه ممكن تتنمى، احنا فنانين لازم نحط ده في دماغنا. نتعرف الاول كده وتعرفوا الساده المشاهدين بيكم وبمبياناتكم. اتفضلي. انا نهال عزت، محافظه المنوفيه، 19 سنة، مواد أعمال يدوية. أنا مريم عامر، 15 سنة، محافظة دمياط، موهبة الرسم. موهبة الرسم.
جميل جدا. اللي كانوا معانا كانوا بيغنوا وبيشعروا وبيعملوا حاجات كده. انتوا بقى كلامكم هيبقى كتير بكلامكم برسمكم وشغلكم. خلونا بقى الاول كده نتعرف، انتوا ازاي عرفتوا عن المسابقه دي وبداتوها ازاي؟ هي كانت بنت خالتي، كانت اصحابها منزلين ستوري وكده ان في مسابقه واشتركت لي فيها. يعني هي اللي اشتركت مش انت؟ لا هي قالت لي وانا قلت لها ماشي واشترك فيها. نصيب. ماريا، انا برضو كان في واحده عندي على الفريند على الفيس وكانت عامله شير للبوست بتاعها، دخلت وقرات على المسابقه واشتركت فيها. اشتركت فيها وكسبتي الحمد لله. اعلى تصويت نشطاء انتوا على السوشيال ميديا، عملت شغل جامد عشان تجيبوا اعلى الاصوات، لايكس وكومنتس وكده. طيب جميل، تعالوا بقى نتكلم عن شغلنا ونخلي كل الشغل يتكلم عن نفسه. نبدا بمين؟ نبدا بنهاد. اتفضلي الكاميرا معاكي، ممكن تعرضي الحاجه بتاعتك عشان الناس تشوف ايه اللي بتعمليه وتوصفي لنا. بعمل فترات دي بتبقى كديكور مثلا في اوضه اطفال او كده. وريها للكاميرا يعني، يا ريت توريها للكاميرا. هي دي تعتبر اول ترى مش اشتغلتها اصلا، اول ما اتعلمت. دي بنسميها ايه، طاره؟ طاره بتبقى ديكور او كده. في بقى طارات تانية زي كده بتبقى مثلا رمز الخطوبه او كده، او تبقى خطوبه في بتبقى خطوبه من اسمائهم. بس دي نتيجه؟ لا دي مش نتيجه، ده بتحط قلب كده مكان اليوم مثلا اللي اتجوزوا فيه او يوم الخطوبه او كده. ايوه الانيفرسري بتاعهم بقى. دي برضه تعتبر تاني طاره اشتغلتها اول ما بدات. وفي شغل تاني بقى على تول كده حسب القماشه برضو كده. جميل. ودي عشان ده ايه؟ سبوتس؟ بس ده بيطلع في قناه ثانيه مش مشكله، بس يعني حاجه كويسه جدا منك انك تحط اسم البرنامج ورمضان كريم ليك. بعمل برضو سلاسل كده مطرده برضو. جميل. جميل جدا. جميل. حاجات كويسه وما شاء الله. يعني الشنطه دي احنا من شويه في الاستوديو قالوا لها شيلوا الشنطه دي على اساس خلاص ان الشنطه دي حاجه داخله غلط، طلعت هي اللي عاملاها بنفسها، فده شيء جميل جدا يعني. مريم معاكي كاميرتك، ورينا شغلك. انا بدات واحده واحده، انا كنت بتعلم وبطبق عن اللي بتعلمه. دي كانت اول تجربه ليا ان انا اجرب كتفاصيل وش، كانت اول تجربه ليا. بعد كده جربت ان انا ابدا بقى في البورتريه. ده كان اول برضو اول بورتريه كشخص، ان انا اول ارسم. ده اول تجربه ليكي؟ دي كانت اول تجربه ارسم شخص، اول بورتريه خالص. تمام. ودي كانت تاني واحده. ودي تاني واحده. انت بتاخدي كورسات او بتتعلمي او حاجه ولا من نفسك؟ لا انا بدات في الاول اتعلمت اجزاء الوش بس، وبعد كده بدات ان انا اجرب مع نفسي، وكل رسمه بشوف الخطا فيها وبحاول ان اصلحه. تمام. ايه كمان؟ دي بعد دي على طول. تمام. ودي دي الثانيه. تمام. دي انا ما كنتش بعرف ان انا اعبر عن فكره داخل او انا عايز اعبر عنها يعني. دي كانت اول تجربه ليا ان اعبر عن شيء عايزه اتكلم عنه او كده. جميل. عاوزه تقولي منها ايه بقى؟ ان البنت تظهر وكده ونفس طلع الجمال اللي فيها باي شكل من الاشكال، اللي هو الفن، الادب، الموهبه، اي حاجه. ده اللي كان قصدي. تمام. ودي برضو دي عاوزين الناس تشوف. دي برضو دي كانت رسمه سريعه يعني، برضو كاتبه المراه زهره الربيع، فتنه الدنيا وروح الحياه. دايما بحب اتكلم عن واضح ان انت عندك فكره وتشتغل عليها. تمام. ودي رسمة حضرتك. ليه انا كمان؟ لا ده النهارده احنا اتفقنا كتير قوي. على العموم انتوا وجودكم معانا اصلا النهارده هو مكافأة في حد ذاته، مكافأة لينا ان احنا عملنا فكرة واشتغلنا عليها ومكملين عليها. عشان كده انا عاوز اسمع منكم استفدتوا ايه من المسابقة والجروب اللي احنا عملناه بعد المسابقة، وازاي الناس كانت مع بعضها تفيد بعضها. المسابقة الصراحة كانت تجربة كويسة قوي ليا. كفايه ان انا اتعرفت على حضرتك واصحابي اللي في الجروب، وبيقدروا بيفيدونا وبيدعمونا. مريم؟ انا كنت فضلت فتره كبيره منقطعه عن الرسم، بس حبيت ان انا ادخل واجرب في المسابقه وكده، فدخلت. فهو كنت داخله عادي،
ما كانش في دماغي ان انا حتى ابدا رسمات جديده او اي حاجه، بس من دعم زمايلي زمايلي في الجروب وكده قالوا لي يعني من دعمهم وموهبتك وكده، فجربت ان انا ابدا رسمات جديده وانا من موهبتي. جميل، يعني خلال الجروب كان في تعاون ورجعوا لي شغف الرسمات. الحقيقه يا جماعه من خلال تجربه المسابقه دي والجروب اللي اتعمل والناس اللي تواجدت فيه طلعت لنا نماذج كويسه جدا، وانا هقول لكم على بعض الحاجات اللي ممكن تكون اول مره تسمعوها. في متسابق اسمه محمد خلف، وهقول اسمه اول مره اقول اسمه. محمد خلف ده كلمني وقال لي يا استاذ انور انا لو كسبت مش هطلع في الحلقه. ليه؟ انت خايف من حاجه او زعلان؟ قال لي لا، انا مكسبي بان شفت مواهب كتير طالعه عاوزه تتشجع، انا لو كسبت هدي لحد تاني عاوز يتشجع وهشجعه واسيبه يطلع. واحد تاني زي واحد برضو اسمه اسلام ماهر، اسلام كلمني وقال لي يا استاذ انور انا مش هعمل اي شير ولا هعمل اي حاجه ولا عاوز لايكات ولا عاوز كومنتات، انا عاوز ان انا اساعد، عجبتني الفكره وانا مكمل لانه بيكتب حاجات جميله جدا، وقال لا هشجع بقيه الناس. واحده زي مريم منعم برضو لقيتها رغم ان هي فنانه كبيره جدا ما شاء الله عليها، الا ان هي حاولت ان هي تشجع بقيه الناس وتساعدهم وتدلهم وتشجعهم، وما بصتش برضو ان هي تجيب اعلى لايكات او اعلى حاجه زيهم كتير. انا اسف ان قلت اسماء الناس دي، بس في عندنا اكتر من اسراء ابراهيم واسراء فتحي واسراء مرعي، ناس كتير، في ناس كتير موجوده معانا في الجروب واسماء مش عاوز انساها، وطبعا اسماء الناس اللي اشتركوا واسسوا المسابقه قلنا عليهم. في حاجه جميله كمان، ان احنا حاولنا نعمل عمل شبه مؤسسي حتى لو كان مش مؤسسي، بان احنا مثلا حد يكتب اغنيه وواحد تاني يلحنها والتالت يوزعها والرابع يغنيها بدون اي تكلفه، شباب مش جايين حد ينتج لهم، ممكن يعملوا ده مع بعض وباقل تكلفه كمان من غير تكلفه. واخيرا دخل معانا نور المصري وقال انا مستعد اسجل لهم كمان مجانا، فده شيء جميل جدا ان احنا نقدر نشتغل عليه. وصلنا لمرحله ان في وقت من الاوقات كان في واحد يخش يكتب خاطره شعريه او كلمات اغنيه، بعدها بخمس دقايق تلاقي فويس، نسمع الفويس تلاقي واحد لحنها وغناها. شيء جميل جدا وجو جميل جدا وروح جميله جدا ورساله كويسه جدا حابين نقدمها من خلال حلقه النهارده. الناس اللي طالعه النهارده هي نموذج للفكره، ممكن يكون في ناس ثانيه اكثر خبره كان ممكن يكونوا موجودين، بس هم حابوا دول يكونوا نماذج ليهم يطلعوا يقولوا احنا موجودين ومكملين على اول الطريق ومكملين لما ننجح فيه. بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا النهارده، نهال ومريم وكان معانا سما وديشه. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقاتنا ودي كانت سبوتاتنا وخلصناها النهارده، لكن حلقاتنا وسبوتاتنا لسه ما انتهتش، وان شاء الله مكملين معاكم بحلقات تانية وسبوتات تانية من خلال برنامج سبوتس مع انور سالم في رمضان. وفي الختام كالعاده سلام.